السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوة الكرام، حلقة جديدة ودرس جديد، واليوم موضوعنا في غاية الأهمية. اليوم موضوعنا عن أنثى الكناري اللي بتقوم بعملية نتف الفراخ أو بتقوم بعملية بناء العش فوق الفراخ، تمام، أو بتقوم بعملية رمي الفراخ. طبعا هذا الموضوع أخوة الكرام موضوع سألت كثير عليه من خلال التعليقات، وحبيت أطلعكم بهذا الفيديو اليوم وأعطيكم شرح مفصل عن هذه الحوادث وشو الحل لها. فأتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذا الفيديو. طبعا أخوتي الكرام موضوع حلقتنا مثل ما ذكرت أنثى الكناري تقوم بعملية نتف الفراخ. لا تقوم أي أنثى من جميع أنواع الطيور، إن كان طيور الباجي وإن كان طيور الحسون وإن كان طيور الروز وإن كان طيور الفشر وأي نوع من أنواع الطيور بعملية نتف الفراخ إلا لعدة أسباب. من ضمن هاي الأسباب أنه مقدمة على موسم جديد. هاي أول ملاحظة، مقدمة على موسم جديد. في حال اقدامها على موسم جديد انت اللي كيف لازم تتصرف معه. هذا القفص اغلبيتنا بنستخدمه للتزاوج عند طيور الكناري، تمام. هذا العش محطوط هون، طبعا هاي انت انا اقوم بعملية تجهيزها لان ما شاء الله تبارك الرحمن هاي الشتوية رجعت شتوية، جينا على فصل الربيع وصرنا بالشتوية، فلذلك امر بدلشت بعملية الانتاج او بالتجهيز. طيب هذه الأنثى أخوة الكرام قامت ببناء هذا العش وبضت فيه هذا العش واستخرجت منه فراخ، أو صار عمر الفراخ بين 10 أيام و 11 يوم، تمام؟ وبلشت تقوم بعملية ضرب الفراخ. فأنت إذا الأنثى عم تقوم بعملية ضرب الفراخ مباشرة بتسوي على الشكل التالي، بتسحب هذا العش من هون، تمام؟ هو فراخه تيجي بتحطه بهذا الجانب، تمام؟ حطيت العش هون بهذا الجانب هو الفراخ للأنثى والذكر، وبتركب عش جديد هون محل العش القديم. تبع لي هذا هون، هذا الفاصل حطيت العش الجديد وحطيتها مواد التعشيش مثل ما انتم شايفين، حطيتها هون، تمام، وحطيت العش القديم بهذا الاتجاه. هون الأنثى رح تقوم بعملية إطعام الفراخ ولم العش الجديد، هيك ما بقى تضرب الفراخ. طيب ليش بتكب الفراخ برا العش؟ الأنثى لا تقوم بكب الفراخ إلا لعدة أمور، إلا لعدة أمور. شو هي؟ هلا بحكيكم بالنسبة للطيور المغردة، كان كناري وكان حسون. أولاً مراقبة العش وتنزيل القفص وتحريك القفص كثير من مكان. ثانياً إذا قمت ب تفقد الفراخ وكل شوي تشيل الفرخ وطعمت وما طعمت وترجع الفراخ، أيضاً بتقوم بعملية قتل الفراخ. ايضا اذا كان الذكر او الانثى في قمه الهيجان نتيجه اعطاء لكميه كبيره من المهيجات الجنسيه اللي بتقوم بعمليه بناء عش اخر، وايضا هذا الامر بيؤدي الى قتل الذكر للفراخ لحتى يحصل على فرصه تزاوج مره اخرى. طيب كيف احنا بنشتغل مع هذول؟ نحن بنشتغل مع هذول اول شغله ما بنعطي الذكر او الانثى اي مجموعه من الفيتامينات والمهيجات الجنسيه اثناء وضع البيض. ثانيا لا نقوم بتحريك القفص المكان بشكل كبير، لا نقوم باخذ العش من الداخل وتفقد الفراخ، لا نقوم بعمليه تغيير مواد التعشيش والعش للانثى مهما كان متسخ الا ان يكون اصبح عمر الفراخ ما بين ال 15 وال 20 يوم. هذاك الوقت نحن بنقوم بعمليه تغيير لحتى تضمن ما يصير في فاش. في حلقه حكيت عن موضوع الفاش تابعه بقناه فنتربية الطيور، تمام. طيب هاي الأنثى حكينا عن اللي بتنتف الفراخ وحكينا عن الأنثى اللي بتنفن الفراخ عن طيور الكناري والحسون. بالنسبة لطيور الباتشي والكوكتيل والروز والفشر، أولا جميع هذه الطيور أخوة الكرام حتى لو كانت مدربة عندما تكون جاهزة للتزاوج بصير في عندها تغير للهرمونات والجينات الموجودة فيها، يعني بصير في عندها خوف كبير. فأنت أي عملية فتح للعش أو تفقد الفراخ أو سحب الفراخ او تغيير المواد او وضع مواد داخل المعشي او البياضه راح ياثر على الانثى وممكن تضرب الفراخ. طيب يا ابو النصر هاي الانثى اصبحت في عمليه وضع بيض مره اخرى، شو لازم تتصرف معها؟ مباشره تسحب الفراخ من داخل البياضه تضعهم في القفص. تسحب الفراخ من داخل البياضه تضعهم في ارضيه القفص. لحتى تضمن ما يرجعوا حاول يكون الانتاج عندك مثل هذا الاقفاص اذا بتحسن، ويكون في له فاصل قاطع مثل ما كنتم شايفين من هون، يكون الفراخ بهذا الاتجاه والاباء بهذا الاتجاه وعمليه الغرق من خلف الفاصل. طيب معلومات راح تسمع عنها لاول مره بالنسبه لاناث الكناري. اهم ماده تقدم للكناري
للكناري اثناء عمليه التزاوج او الاناث اثناء عمليه وضع البيض والتزاوج بتقدم له الماء الحلبي. ماء الحلبي يعني المشربيه مثل هاي بتحط فيها ربع معلقه حلبي نقع 12 ساعه وتقدم 24 ساعه. ليش يا ابو النصر؟ هاي الماء او ماء الحلبي بيحتوي على جميع المهيجات الجنسيه الطبيعيه لتنتظم عمليه الانتاج بشكل جيد وبدون اي مشاكل. طول موتورك ببلش بالبيض بتحط لهم اياها، بتحتوي عليك نسبه كبيره بالحديد والمعادن بتحتاجها للبيض لحتى ما يصير في عندك عمليه ارهاق وموت الانثى بعد البيض. طيب ليش الاناث بعد ما توضع البيض بتصير في عمليه ارهاق بشكل كبير؟ عمليه الولاده عند اي انثى، عند اي انثى، انتبه علي يا اخي الكريم، عند اي انثى عم تاخذ منها مجهود كبير، عم تاخذ منها مجهود كبير، لذلك الامر الانثى بتضعف اذا ما كنت مقدم لها مواد بتساعدها على عمليه الانتاج بشكل سهل وجيد. تمام؟ يعني لازم تعطيها منقوع الحلبي، لازم تعطيها منقوع التمر، لازم تعطيها منقوع الزنجبيل والليمون والعسل، لازم تعطيها مواد السبانخ، خضروات سبانخ، جرجير، هاي المواد او اعطاء لهي الانثى هاي المواد بتحافظ على الانثى انها ما تصير في عندها مشاكل وتؤدي لموتها بعد عمليه وضع البيض. خلي التفاح ما بدك تغفل عنه، الشخص اللي جاوبني في التعليقات انت عم تعمل قدم كارثه للطيور وخلي التفاح بسبب للطيور املاح وفطريات وموت للطيور، الي اكثر من 7 سنين بالشغله هاي وعم قدم خلي التفاح وما شفت الموضوع هذا. اذا بدك تنتقدني انتقدني بشكل علمي يا اخي الكريم، تمام؟ انتقدني، انتقد انسان اول مره بيمسك طير في ايده، انتقد انسان اول مره بيشوف طير، هذا فيك تنتقده بهالموضوع. اذا جايني بموضوع علمي لا، انا الحمد لله رب العالمين دكاتره بيطريين عم تجي تتعلم من خلال هاي القناه. الامر الاخر اخوة الكرام، الذكور لما بتكون بعملية التزاوج وخلصنا من عملية التزاوج للانثى اولى وبدنا نزوج لذكر ثاني، بنزوج نفس الانثى او نفس الذكر لانثى اخرى، عليك 3 امور. اول شغلة لازم تراقب القفص، لازم تراقب القفص الانثى الاولى اللي بيضة، اذا تخلت على البيض بدك ترجع للفحل. انتبهت علي كيف؟ اذا تخلت على البيض بدك ترجع للفحل. إذا الذكر اللي شلته من عند الأنثى ما بصير تروح تجوزه مباشرة الأنثى الثانية. ما بصير تروح تجوزه مباشرة الأنثى الثانية، ليش؟ لأن تزويجه الأنثى الثانية بشكل مباشر راح يؤدي لخروج بيض فارغ. لأنه كان بمرحلة تزاوج الأولى لسه ما انتهى منها بشكل جيد، وجيت أنت زوجته أنثى ثانية، لازم تعطيه مدة رياحة أقل شيء 3 أيام قبل عملية التزاوج، إعطائه منقوع الزنجبيل والليمون والعسل، إعطائه المكسرات اللي بدها تساعده في عملية التزاوج. طبعا شفت كثير ناس عبر قنوات اليوتيوب عم يقول لك لا بتشيله من هون تحطه هون، هذا امر غلط اخي الكريم. شيله من هون حطه عند هاي الانثى وشيله عند هاي الانثى رجعوا لهي الانثى بسبب له ارهاق كبير وبسبب له عقم للذكر وممكن ما عاد ينتج معك على الاطلاق. تمام. اسباب البيض الغير مخصب بشكل مبسط، لانه هي اسئله كثير شباب بيسالوني اياها. البيض الغير مخصب او الغير صالح او الغير ما بيطلع فيه عندك فرق، تمام؟ أغلبيتكم بلش بالإنتاج ما احترم مرحلة الراحة عند الطير، ما تفقد بطن الطير وشاف إذا في تشحيم، ما تفقد بطن الطير وشاف إذا في ريش كثيف حول المزبل، ما تفقد ظافر الطير وقصهم إذا كانوا طوال عند الذكر أو الأنثى، ما تفقد المجتمات داخل القفص إذا كانت ثابتة ولا لا، ما تأكد من خلو الطيور من الأمراض إذا في مرض الكوكسيديا أو الميجا بكتيريا أو التشحيم أو الكبد أو أو أو. هاي الأسباب ذكرت لك إياها وأنت هلأ بدك تجوز طيورك فتركز على النقاط هاي اللي عدت لك إياها. طبعا لهذا القدر بتفهم معكم بهذا الفيديو، تابعوني بحلقة جديدة عن موضوع جديد ممكن أحكي لكم عن تقديم غذاء جديد للطيور رح تسمعوا فيه لأول مرة. تابعونا بكل جديد، لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة ومشاهدة كل ما هو جديد وتفعيل زر الجرس، لكل ما فعل جرس لكل من فعل زر الجرس فعل زر الجرس لأنه هذا الأمر يهمك لك أكثر ما بيهمني. السلام عليكم أخوكم في المصطلح.